ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. وقال سبحانه وتعالى: انما يعبد مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المفلحين. وقال سبحانه وقال عليه الصلاه والسلام: صدقه في سبيل الله او روحه خير من الدنيا وما فيها. وقال عليه الصلاة والسلام: من ألف المسجد ألفه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع النفوس في هذه الكائنات. بحتاج إلى الله سبحانه وتعالى في بقائها وفي فنائها وفي إيصال فائدتها. محتاج إلى الله جميع المخلوقات، جميع المخلوقات في هذا الكون محتاج إلى الله سبحانه وتعالى في خلقه وفي فنائه وفي بقائه. لا ينفع ولا يضر شيئا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال الشيخ يوسف رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء أشياء نافعة، ثم بعد ذلك لم يترك الله سبحانه وتعالى الأثر فيها إلا بإذنه. وكذلك الأشياء المضرة لم يجعل الله سبحانه وتعالى التأثر فيه إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فلذلك النار لا تستطيع أن تحرق، الماء لا يستطيع أن تغرق يغرق، وكذلك السكين لا يستطيع أن يقطع، هكذا جميع المخلوق لا يستطيع أن ينفع ولا يضر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما عرف الله حق المعرفة دي، سأل عن أمه أولا عن معرفة ربه، ثم إلى أبيه، ثم بعد ذلك عرف أن نمرود وهو لا يستطيع يضر ولا ينفع شيئا، بل الرب ليس الشمس ولا القمر ولا الكواكب ولا النجوم ولا شيء من الأشياء في المخلوق، بل الرب ذو الجلال هو خالق كل شيء. فجميع المخلوق محتاج إلى الله سبحانه وتعالى لإيصال النفع، محتاج إلى الله سبحانه وتعالى في النفع والضر. لا يملك النفع الضر إلا الله سبحانه وتعالى،
مالك النفع والضر الله سبحانه وتعالى. لذلك الشيخ ياسر رحمه الله يوسف رحمه الله تعالى قال ان المخلوق ان الاشياء النافعه ولو ان الله سبحانه وتعالى جعل فيها النفع والاشياء الضاره جعل فيها الضرر، ولكن هذه الاشياء النافعه لا تستطيع ان تنفع شيئا الا باذن الله تعالى، والاشياء الضاره لا يستطيع ان يضر الا باذن الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الاساس في الاعتقاد بان الله سبحانه وتعالى وهو خالق كل شيء مالك كل شيء وفي ملكه النفع والضر، وهو يملك النفع والضر، لا يملك النفع والضر إلا الله سبحانه وتعالى. جميع الحركات والسكرات للأشياء المخلوق تحت أمر الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى رقى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ترقية عليا كثيرة. الله سبحانه وتعالى أخذ منه الامتحانات فسأل من أمه ما يربيني يا أمي؟ قالت أنا أربيك. قال ما يربيك؟ ولا أبوك. قال ما يربي أبي؟ قال نمر. فدائما كان في طلب رب ذي الجلال في حصول معرفة الله عز وجل. فلما حصل على المعرفة الحق على حق المعرفة ففاز فوزا عظيما في جميع الامتحانات. ألقي في النار، ألقي في الحريق، فكان امتحان عظيم. مع ذلك وهو فاز في الامتحان حتى جعل الله سبحانه وتعالى النار بردا وسلاما، بأن النار لا تستطيع أن تحرق وجميع الأشياء لا يستطيع أن ولا يضر، فلا شيئان واحد النظر الثاني الخبر. أهل النظر يقول لا ينفع الخبر، لا يكون بالخبر شيئا، واهل الخبر يكون بالنظر لا يكون شيئا، بل النظر وهو غروب الخدع، ولكن الخبر هو الحقيقة. ولماذا نحن نشاهد بأعيننا؟ هذا هو النظر. بأن جميع الأسباب والأشياء الذي ينفع نحن نشاهد فيها بأنها ينفع ويضر، فلهذا هو النظر. هذا من النظر. والثاني هو الخبر. فالصحابة الكرام لما يؤمنوا بالخبر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، فأصبحت أمور الغيبية المغيبات مثل المشاهدات. لذلك
جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى وهو رأى بنظره وأخبره بأن بيتك اخترق وهو قال لم يخترق ما اخترق. جاء الثاني أخبر مثل ذلك وهو أنكر الخبر أنكر خبره يعني أنكر نظره. جاء الثالث أخبر مثل ذلك وهو أخبره ناظرا الأول وهو نظر ثم جاء وأخبره بالنظر وهو أنكر النظر ثم جاء رحيل فليحترقت البيوت كثيرة ولكن النار حينما وصلت إلى بيتك انطفت مباشرة. الله سبحانه وتعالى وهو مستعد لإعطاء النعم على طريق الخبر ولكن الشروط أن يوجد في قلوبنا اليقين مثل الجبال في العزم والتصميم. طيب فشيئان النظر والخبر. النظر ماذا نحن نشاهد بأعيننا في السماوات والأرضين من الجمادات والنباتات والحيوانات والمحسوسات والمعنويات جميع الأشياء ننظر فيها في الأشياء النافعة تنفع والأشياء المضرة الأشياء الضارة تضر فلا هدف النظر. أهل النظر ينكر أهل الخبر ينكر الخبر ولأهل الخبر هم ينكر النظر بأن المخلوق لا ينفع عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة الكرام بأمور الغيبية بالكثرة فالصحابة الكرام سمعوا واعتمدوا وتكلموا بها بالخبر حتى استيقنت قلوبهم على الخبر. ولما جاء اليقين مثل الجبال في القلوب فالله سبحانه وتعالى أظهر الموعود. لذلك أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه أنكر ثلاث مرات. جاء الثلاثة بالنظر بالخبر على اعتماد النظر اعتمادا على النظر ولكنه أنكر الخبر أنكر النظر يعني أنكر النظر واعتمد على الخبر على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذي يختم بالدعاء صباحا فالله سبحانه وتعالى يحفظه ويحفظ بما عنده والذي يهتم بالمساء فالله سبحانه وتعالى يهتم به وبجميع وبما عنده من الأشياء. فالشيخ يوسف رحمه الله تعالى بل يقول هكذا طريقان في الطريق الأول دائما يرى إتيان المنفعة واحد يجتهد على المزرعة فتأتي الحبوب واحد يجتهد في الدكان فيأتي الربح في المصنعة يأتي الربح. قال هذا الطريق طريق نمرود وفرعون وحامان وقارون إنهم رأوا الفوز والفلاح في الحكومة
المال والملك. واعتقدوا على المال والملك واجتهدوا نفوسهم واجتهدوا على هؤلاء الاشياء وصاروا كبراء في هذا الامر. الطريق الثاني قال رؤية الفوز والفلاح في الهدايات في الأوامر في أوامر التطبيق في أوامر الله. ولكن يرى ظاهرا في هذا الطريق التكاليف والمحن والمشقة وحمل الشدائد والكلفة. بلال رضي الله تعالى من الصباح إلى المساء يبذر يصطحب من الأذى. ظاهرا يرى التكاليف مصعب بن عمر رضي الله تعالى كان من أولاد الشرفاء أولاد الأغنياء. كان من محاسن الوجود والصورة والشكل. ولكنه لما أسلم ودخل في الإسلام مباشرة جاء مختلف العذاب عليه فهاجر إلى المدينة واجتحد للدين. أسلم أهل المدينة كل أهل المدينة تقريبا بدعوته حتى استشهد في سبيل الله. وما كان له الثياب لتكفينه فالنبي عليه الصلاة والسلام بكى. ففي هذا الطريق وليرى ظاهرا التكاليف والمشقة وحمل الشدائد والمشكلة فيه. ولكن الله عز وجل جعل تحت هذه التكاليف الراحة، راحة البال والفوز والفلاح. وهذا الطريق طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وطريق عمر، طريق الصديق، طريق فاروق، طريق صحابة الكرام. طيب فالمطلوب اليقين على الخبر. قال انا تيقن على الخبر كما تيقن ابو الدرداء رضي الله تعالى. فالطريق يرى فيها يقين المال والملك والعزة. الطريق الثاني يرى فيه ذهب المال والملك والعزة اتيان المشقة. الطريق الذي يرى اتيان المال والملك فالشيخ يوسف رحمه الله تعالى كان يقول هذا الطريق طريق فرعون وهامان ونمرود وقارون. يرى ظاهرا الفوز والفلاح ولكن الله عز وجل ما جعل الفوز والفلاح في هذا الطريق بل العذاب العليم فيه. وفي الطريق الذي يرى ظاهرا اتيان المشقة المصيبة الله سبحانه وتعالى جعل الفوز والفلاح فيها وهو الطريق الذي يعنيه الصحابة الكرام والصديقين والشهداء والصحابة الكرام. لذلك يرى بلال رضي الله تعالى
يهضم أصناف من العذاب صباحا أو مساء. مصعب بن عماد كان من أولاد الأغنياء، وليأتي ثيابه ونعله ورداؤه من البلاد الآخر، والعطر من بلاد آخر. ولما اتخذ طريق الثاني مباشرة بدأ العذاب، بدأ الذلة ظاهرا، بدأ المشقة ظاهرا. ولما استقام على الطريق على هذا الطريق، الله سبحانه وتعالى فازه فوزا عظيما، جعله فائزين، جعله مفلحين. ولما قام بهذا الطريق في مكة، ثم هاجر إلى المدينة لتعليم الناس، بسبب تعليمه وتبليغه أسلم أهل المدينة، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الغزوات حتى استشهد في سبيل الله. وما رزق له الثياب لنفسه، بل جاء أبي حمزة رضي الله تعالى عنه بثوبين فواطية، واحد منهما ولا يرى الذلة والمسكنة في هذا الطريق، ولكن الله سبحانه وتعالى أخفى في هذا الطريق العزة الشرف في هذه الدنيا والآخرة. سئل السيد يوسف رحمه الله تعالى: ما هو المطلوب من هذا الجهد؟ أنت ماذا تطالب بجهدك؟ قال: ما شاء الله، هذا الاجتماع في بنغلاديش ينعقد، ما شاء الله اجتماع كبيرا، ولكن ينبغي أن يوجد أمام كل واحد المقصد. الذي أمامه المقصد وهو يجتهد ويصل إلى مقصده وينال إلى وجه المطلوب، ينال وجه المطلوب. طيب، فسئل الشيخ يوسف إلياس رحمه الله تعالى: ماذا مطلوبك من جهدك؟ فالإتيان بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الزمن، كما جاء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ما شاء الله، فبدأ هذا الجهد وكبر البيئة نظام الدين، فبدأ في هذا المسجد على عمان، مثل أعمال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في 24 ساعة. ولهكذا لو تكون جميع المساجد، سيكون جميع المساجد فيها أعمال محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في المسجد وحول المسجد في الحج. الله سبحانه وتعالى يبطل الباطل ويحق الحق. فيبطل الباطل ويزهق الحق وتحقيق الحق في أي شيء، وهذا في إقامة جهد الحبيب صلى الله عليه وسلم. فالمطلوب الأثار
كيف يأتي الدين كما كان في زمان الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ كيف يأتي مصطفى الدين في العالم كله في هذا الزمان كما كان في زمان الحبيب صلى الله عليه وسلم في المدينة فيه؟ وتلك البيئة ما جعلت بدون الجهد، بل جعلت بجهد الحبيب صلى الله عليه وسلم في المسجد. لما قاموا أعمال المسجد، لما أقاموا أعمال المسجد وقاموا أهل الحي بتلك الأعمال، الله سبحانه وتعالى جعلهم فائزين ومفلحين. ينعقد الاجتماع في مباد مرة، الشيخ يوسف رحمه الله تعالى قال لأهل الموت الجن: قل أنتم تعطوني القرية أو البيئة أو الحي، أنتم تعطوني مثل تلك البيئة كما كانت في زمان الحبيب صلى الله عليه وسلم في صلاحية الإيمان والعبادات والأخلاقيات، حتى أنا أري أهل العالم كله بأن هذه البيئة لا يستطيع أحد من الطاقة أن يقابلهم. وما شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، وهم جعلوا البيئة حتى صارت قدوة ونموذج في العالم كله. فالجهد العظيم وهو جهد الدعوة بها يقوم الدين بتمامه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام بهذا الجهد في مكة، ثم بعد ذلك في المدينة فيه. هكذا حياة الجهد الحبيب صلى الله عليه وسلم 23 سنة. فلما شكل الناس جميعا في هذه الدعوة وانشغلوا في الجهد صباحا ومساء ليلا ونهارا، فلما يأس النبي عليه الصلاة والسلام من أهل مكة رجع إلى المدينة، هاجر إلى المدينة. وهم قاموا بهذا الجهد قبل إتيانه بسبب الجهد مصعب بن عمير، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وبسببه قام هؤلاء الناس كلهم في المدينة بهذا الجهد، جهد الدعوة. ثم انتشر هذا الجهد إلى أطراف المدينة، ثم إلى العالم كله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الناس ولا يئس من روح الله، فدعا لحكم ابن كيسان رضي الله عنه، ما زال يدعوه فيئس السحاب. عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله تحمله عندي حتى واصله في مكاني، يعني فتنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينتفض إلى كلامه، ما زال يدعوه إلى الإمام، حتى دخل حكم بن كيسان دخل في الإسلام. فلتبديل البيئة علينا الدعوة على نفسه، علينا الدعوة
على نفوسنا وعلى كل فرد من افراد البشريه فيه. لما تتكون بيئه الحق وبيئه الايمان، لما تتكون بيئه الدعوه تاتي بيئه الايمان، ولما تتكون بيئه الدعوه بيئه الايمان تتكون بيئه العباده، حتى لا يستطيع احد ان يترك الاعمال. لذلك المنافق لا يستطيع ان يترك الجماعه. لماذا؟ لسبب البيئه الصالحه. انقلبت البيئه من النقمه الى الرحمه، فجعلت البيئه في المدينه بسبب جهد النبوه بجهد الدعوه. لذلك الصحابه الكرام كلهم كانوا يجتهدون على نفوسهم ويجتهدون على كل واحد، وياتي بهم الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لجعل الايمان، للتمرين على الايمان، ولسبب كثرة الدعوة والزيارة فردا فردا، بيتا بيتا، سكة سكة، فالناس جاءوا إلى بيئة الطيبة، بيئة المسجد. ولما سمعوا كلمة الدعوة وتكلموا بها ونظروا إلى الآفاق بنزل القدرة والتدبر من خلق السماوات والأرض، فجاء الإيمان في قلوبهم مثل الجبال. ولما جاء الإيمان في قلوبهم مثل الجبال فجاءت الإبانات في حياتهم. تحيا العبادات بالتمام على وجه الأتم في حياتهم. ثم جاء الأخلاق، حتى لم يستطع أحد أن يعصي الله سبحانه وتعالى علانية، ولم يستطع أحد أن يترك المفروضة الفرائض علانية، الواجب علانية. لم يستطع المسلم، حتى لم يستطع المرافق، فجعلت البيئة، انتقل البيئة من النقمة إلى الرحمة. لما نجعل بيئة الدعوة ويكون مزاجنا مزاج الدعوة، لأن مزاج أنبي عليه الصلاة والسلام كان الدعوة. لما يجد أحدا أو شخصا لم يتخلف منه بدون الدعوة، لم يتركه بدون الدعوة، كان حريصا في الدعوة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا دعوة طول الوقت، حتى ابن جلتان رضي الله تعالى حتى لم يئس، ويأس الصحابة. لذلك لتبديل البيئة يحتاج أو الأساس هو الدعوة الانفرادية. فلما يأتي مساجدنا على بيئة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فتنتقل البيئة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الصحابة الكرام الذين كانوا
حول المسجد وأطراف المسجد جعلهم مزاجا، مزاج الدعوة. وجعل جميع الصحابة، مزاج جميع الصحابة الكرام. إتيان اعتروا الوقت أكثر فالأكثر في المسجد. لذلك لما جاءت العلامات، علامات العذاب من الريح والسلاسل والفيضانات والصيود والزلازل والظلمات في الشمس والقمر، مباشرة يأتون إلى المسجد، يسعون إلى المسجد، يدخلون في المسجد حتى سمعوا صوتا العليا، فمباشرة يظنون جاع العذاب ويسعون إلى المسجد، يظنون جاءت علامة الساعة، إشارات الساعة، ويأتون إلى المسجد. هكذا جعلهم أهل المسجد. والمسلم لما كانوا أهل المسجد فجاء الدين بتمامه في حياة المسلمين. والآن المسلم لما ترك هذا الجهد، فخلد الدين بتمامه من حياة المسلمين. ولما جف الأرض ولما لم يمطر المطر، فجاء الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله، حتى الحكاية. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بصلاة الاستسقاء، يعني توجه إلى الله عز وجل. فمباشرة جاءت المطر، جاء المطر غيثا مغيثا. حتى زاد المطر، فجاء مرة ثانية، قال يا رسول الله، تدعو الله عز وجل حتى يوقف المطر. ثم صلى ودعا إلى الله عز وجل. فهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام البيئة، بيئة الأعمال. بيئة حل المشاكل والمسائل بالأعمال، بالعبادات، أحيانا باليقين، أحيانا بالعبادات، أحيانا بالأخلاق. بسبب الدين أنهم حلوا مسائلهم، مسائل الدنيوية، مسائل الأخروية، مسائل الشخصية، مسائل الجماعية. جعلت البيئة. لما جاء في بطونهم الجوع فتوجه إلى الله وسعى إلى المسجد. ولما جاء الفاقة في البيت، عدم الزاد والأسباب في البيت، توجه إلى المسجد وحل مسائله. ولما جاء اليقين في القلب، فالله سبحانه وتعالى يعامله حسب ظنه، يعامل معه حسب الظن. أنا عند ظن عبده. عبد الله بن زيد بن عبد ربي لما تفكر
كيف يكون لإقامة الصلاة الطريقة؟ كيف تكون الطريقة لإقامة الصلاة؟ حتى ترك النوم، حتى ترك الطعام الشراب، فغلب الفكر، غلب الفكر وتوجه إلى الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى فتح عليه الطريق، فجاء طريق الأذان بسببه الذي يمشي إلى قيام الساعة. الجميع نجوم في صحيفته. هكذا تفكروا بحل مسائل الأقربية، تفكروا بحل مسائل الشخصية، الجوع في الوطن، الفاقة في البيت، لمسائل الجماعية في زمان القحط، عدم المطر، توجه إلى الله. فجاء المطر بتوجههم بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام طول الأسبوع، حتى لسبب زيادة الماء صارت الشقة، فطلبوا مرة ثانية لكي يوقف الله عز وجل المطر. هكذا حلوا مسائل الجماعية. فكان الشيخ يوسف رحمه الله تعالى كان يقول: فالإنسان لما يترك حل المسائل من قبل الله عز وجل فهو يتوجه إلى المخلوق. ولما يتوجه إلى المخلوق فيسلط الله سبحانه وتعالى الغيب على المسلمين. المسلم لما يتوجه إلى الله، بل يتوجه إلى الغير، إلى المخلوق، فالله سبحانه وتعالى يسلط الغير عليه. فالمطلوب من هذا الجهد كيف يأتي هذا المزاج في الأمة، في المسلمين، إلى حد المسائل بالعبادات في أمر الله. طيب، هذا شيء واحد. الشيء الثاني كان في الصحابة، لما يقدم المتطلبات الدينية وهم يسمعون النداء، فمباشرة يسعون إلى المسجد، يسعون إلى المسجد ويأتون مشكلين ويكونوا مستعدين. ليس لوقت قليل، ليس لأوقات قليلة ولا أيام قرائب. ولجهة معجنة، بل كانوا سهما من سهم الله في أي جهة يرمى وهو يكون مستعد له لنفسه وماله، ولا يوجد أحد الذي يتخلف عن ذلك. الذي سئل أنت تخرج وهو يغضب ويزعل ويظن بنفسه ويظن ويقول: ألا تظن بي منافق؟ فالمطلوب من هذا، المطلوب الثاني من هذا الجهد، كيف تكون الأمة مستعدة لإقامة الجهد، لإقامة الدين بالنفس والنفيذ مثل الصحابة؟ مستعدين إن شاء الله. لذلك الشيخ الكرام الذي سبق منه 4 أشهر قال: المطلوب منه 4 أشهر ثانوية. قال: هذا الدرجة السفلي.
ثم بعد ذلك 8 ساعات في يوم الجد، 10 ايام في شهر الجد. فلنبدأ بهذا الترتيب حتى ننفق ثلث الحياة وثلث المال من نفوسنا وأموالنا. فنبدأ بهذا الطريق، بطريق 4 أشهر ثانوي جان، 10 أيام شهري جان، 3 أيام وثمانية ساعات يومي جان. ولكن الوجه المطلوب، ولكن المطلوب الأساسي كيف يأتي الترتيب، ترتيب الصحابة في حياتنا. فلذلك مشايخنا الكرام، تقبل مستعدين إن شاء الله، بارك الله فيكم. مستعدين مشايخ، جزاكم الله خيرا. أنا إن شاء الله الذي عنده الوضوء معه الوضوء، الله يكون جالسا ويهتم بالدعاء والمصائب إن شاء الله. قال نهتم بثلاثة تسبيحات، الباقية الصالحات في هذه المرة، الاستغفار في المرة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما حضرت البيان كيف هو؟ قدامنا الشيخ سوا. نكثر الاستغفار ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نتوجه الى الله سبحانه وتعالى الذي نملك